ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يضحك. ركز معي عشان تطبق ما يضحك الله عز وجل. يضحك إلى رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله عز وجل: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما خاف. بس لا، ركز على المفاجأة الكبرى الحين. ها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا، ها في الدنيا، وش يا رسول الله؟ قال: فلا حساب عليه. بالله عليك، وش تبغى أكثر من كذا؟ لأنه عندما خيرا من رب يضحك. سلام عليكم. قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج. تخيل أن الله يراك وأنت تنشرها لأجله. إذا أعجبتك فانشرها، وإذا لم تعجبك فمر كأنك لم ترى شيئا. تنشر الأغاني وتستحي من نشر القرآن. يا رب من يرسلها ارزقه من